السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة هنتكلم على الجانب المظلم من الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي أداة قوية جدا، صديق ليك، موظف موجود معك في الشركة، تقدر ان انت تطلب منه اي حاجة، انت اللي تدير الذكاء الاصطناعي. لكن في بعض النقط لازم نخلي بالنا منها. اول نقطة عندنا تحيز في الخوارزميات، يعني الخوارزميات نفسها بتبقى متحيزة لجنس معين او لنوع معين او لبشر معينين. يعني نتيجة ايه؟ نتيجة التدريب الاكتر لفئة معينة. يعني في فتاة من افريقيا كانت في الجامعة وبعد كده بتعمل تجربة كده حاجة اسمها CV، بحيث انها تشوف كمبيوتر فيجن هيتعرف عليها ولا لا، فلا متعرفش عليها. ليه؟ لانه متدرب على البشر كلهم بيض في امريكا واوروبا، ما تدربش على ناس اسيويين او ناس افارقة. فدي النقطة. تاني حاجة، خوارزميات بتقول مثلا ان الشخص الاسود لما بيخرج من السجن ممكن يرتكب جريمة، لان هو ما بيقدرش ان هو يتوظف فبيضطر لكده. ففي خوارزميات كتيرة فيها شوية تحيز، ممكن يفضل ان هو اشخاص معينين يعينهم او وهكذا. فحتى الان في تحيز في الخوارزميات، سواء حد كتب خوارزميات بشكل معين او يعني من غير ما تتكتب، لكن هو الذكاء الصناعي استنتج حاجة معينة او شايف وجهة نظر معينة. تمام. طيب، في برضو تحدي في الخوارزميات اللي هي الشفافية والمساءلة، ان احنا مش قادرين نعرف هو خد القرار ده بناء عن ايه. يعني قلنا بدل ما احنا بنخلي فيه موظفين تقول الشخص ده ينفع ياخد كارد او ما ياخدش كارد، نخلي الذكاء الصناعي هو اللي ياخد القرار دوت. فبناء على ايه؟ يعني هو شاف اللي قبل كده وبعد كده خد القرار. محتاجين شفافيه ونفهم هل هو خد نتيجه ايه. النتيجه ممكن يقول لك والله الراجل ده ساكن في كومباوند فهدي له الكارد مثلا او كده. فموضوع الشفافيه والمساءله لازم كل ما ياخد قرار نساله انت خدت القرار ده ليه، ونفهم على اي اساس اخد القرار دوت. طيب، في برضو موضوع الامان الخصوصيه، دي من ضمن الحاجات السيئه، ان كل الداتا بتاعتك بتبقى موجوده مشاعه للناس كلها، واكثر الاوقات غير موافقه واضحه. ما عدا في اوروبا، اوروبا عامله قوانين لو انت ما استاذنتوش انا ممكن اقفلك او اخد منك تعويضات. لسه في روسيا مطلعه غرامات كبيره على جوجل، مش عارف يعني الرقم نفسه معدي تريليون. فدي من ضمن الحاجات الامان والخصوصيه، ان هو بيقدر يتجسس عليا وياخد الداتا بتاعتي بدون اذني ويشاركها مع الناس كلها. فدي من ضمن الحاجات اللي ما بقولش ان احنا نوقف الذكاء الاصطناعي، لكن نحاول نعرف دي العيوب ودي الاعراض الجانبيه فازاي ان احنا نتعامل معاها. الاخطر هو التاثير على سوق العمل، نتيجه ان ارخص، ان هو بيشتغل معايا 24 ساعه، ان هو مش يعمل تمرد. فتم استبدال عمال كتيره جدا في المصانع بروبوتات، فناس كتيره فقدت الوظائف بتاعتها. برضه في تحدي تاني اللي هو التنظيم والاخلاقيات، محتاجين نحط قوانين في كل القطاعات زي الصحه عشان ما يبقاش في تميز او في تعديلات وراثيه او ان هو ياخد قرار. يعني كنت بفرج على الفيلم، الروبوت يعني متبرمج ان هو يخدم صاحب البيت بكل شكل مشكل، فلقاه زعلان، زعلان ليه؟ عشان فلان ضايقه وراح قتل فلان. تمام، ده في الفيلم كده. طيب، من ضمن الحاجات برضو الاستدامة البيئية، الأجهزة بتاعت الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات دي بتستهلك كمية طاقة ضخمة جدا من الطاقة أكثر من المدن، فده بيزود انبعاثات الكربون. طب إيه تاني؟ السلطة المركزية والاحتكار، الشركات العملاقة أصبحت أقوى من الدول وهي اللي بتسيطر على البيانات وهي اللي بتوجه السوق. بموضوع الاستقلالية العسكرية، الاستخدام الذكاء الاصطناعي في الطيارات بدون طيار لأغراض تخريبية كانت ممكن تؤدي لتهديد الامن والاستقرار، وممكن ناس مش دول هي تستخدمها. ممكن الذكاء الصناعي يستخدمه ديكتاتور عشان يأثر على الوعي الانساني ويخليه يقتنع ان هو بيفهم، وهو يعني مش اكتر من كلب واقف على قمة هرم وخلاص، يعني ليس له اي قيمة. الاستبداد السياسي والاستبداد الرقمي، ممكن نستخدم الذكاء الصناعي يعمل لك فيديوهات واو عشان يقنعك ان الظلم احسن من العدل، ان الديكتاتورية احسن من الديمقراطية، واحسن من الشورى، واحسن من رأي المجموعة.
طيب في برضه مخاطر وجودية إن الذكاء الاصطناعي بسبب التطور السريع دوت ممكن يعدي ذكاء الإنسان ويتجاوز السيطرة البشرية، ممكن يستخدموه عشان يحقق أرباح اقتصادية لشركات معينة. الشركات العملاقة اللي تمتلك الذكاء الاصطناعي ده ممكن يعمل ابتكارات ويعمل ويعمل ويعمل، فيزود الفجوة بين الأغنياء والفقراء، بين الدول الغنية اللي تقدر تستثمر في الذكاء الاصطناعي دلوقتي والدول العادية اللي هتفشل أكيد طبعا في حاجات زي كده. فكرة الملكية الفكرية، أنا ممكن أسأله حاجة فيعمل لي اختراع وأسجله باسمي، وممكن يكون هو خده من كذا فكرة حد كان بيتكلم فيها. فكرة سيطرة الشركات على البيانات، الشركات الضخمة ممكن تسيطر على البيانات وتوجه الأسواق. في تحديات تقنية، تطوير خوارزميات التعلم الآلي وتحسين الأداء بتاعتها. في موضوع المنافسة، الذكاء الصناعي خلاص في ناس معينين خلاص هم قضوا على المنافسة. وأخيرا من المستقبل، احنا مش عارفين المستقبل بتاعنا هيكون عامل ايه مع الذكاء الاصطناعي. ده مش معناه ان احنا نلغيه، لكن معناه ان احنا نفكر في العيوب بتاعته. وممكن تقول مثلا والله انا هتجنب دي بان انا مثلا اسطبه على الجهاز عندي بحيث ان انا ما اشاركش الداتا مع الشركات العملاقة وهكذا. فنبدأ نفكر ازاي نتجنب.